تستضيف دولة قطر للمرة الأولى معرض قطر الدولي للخدمات المساندة وحلول الأعمال، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 10 إلى 12 يناير. وقد افتتح المعرض سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة. يعني لازم نحاول نخلق فرص ويكونون يدخلون. احنا ما لازم يكون ان 50 تاجر في قطر او 50 صاحب بزنس وصاحب من 40 سنه يبون هم نفسهم، لا، لازم يطلع من الشباب اليوم اللي يدخل ويعني وينافس ويدخل. واليوم في اشياء مجالات جديده خاصه رجال الاعمال الكبار، خلاص احنا ما نعرف فيها، لازم هم يدخلون فيها، خاصه في التكنولوجيا الحديثه، في الاشياء الحديثه، لازم يكون هو دورهم في هذا الشيء، وتأمين هذا جسمه وعمل هذا الشيء يفرح ويشجع، وإن شاء الله يكون يعني فيهم البركة، ونتمنى لهم التوفيق. ويهدف المعرض إلى تقديم أهم الشركات المحلية والعالمية لأحدث الحلول في الأعمال والخدمات المساندة لتلبية احتياجات القطاعات العامة والخاصة في دولة قطر. معرض QBX EXPO، نحن طبعا شباب جلسنا مدة طويلة نشتغل، استمرينا في دراسة هذا المشروع أكثر من سنة، طبعا أهدافه وايد والخدمات اللي قدمها وايد، وطبعا الهدف اللي احنا الأسمى هو طبعا دائما التعريف عن قوة سوق قطر والفرص الاستثمارية الواعدة فيه والشباب الموجودة عندنا، رواد الأعمال اللي ما شاء الله عندهم دائما يبهرونا بالأفكار الحلوة، فدائما حبينا نوفر لهم الشركات اللي تقدم لهم أهم الخدمات وأهم الحلول لتساعدهم وتكون وياهم وتقدم البزنس مالهم بشكل أكثر. طبعا لا تنسى بعد أن احنا موفرين سيستم وايد حلو اللي هو البي تو بي سيستم، اللي هو أي شخص ممكن يدخل على الويب سايت ويحجز موعد من دون ما يجي حتى يتعب نفسه عشان يلاقي حد انه يجتمع معاه. والله أنا أقول حق الشباب ما توقفوا ودائما استمروا ودائما حاولوا دائما أنه تبحثوا عن الأفكار، دشوا سوق البزنس لأنه سوق جدا مهم، وهذا إن شاء الله اللي يخلينا نستمر وإن شاء الله نتقدم أكثر وأكثر، وقطر إن شاء الله دائما في الأمام. احنا مركز تدريبي نقدم خدمات تدريبية في المجال التربوي والإداري. احنا شاركنا في المعرض نساهم كجزء من المعارض اللي شاركت معنا في المركز لإظهار لنا في السوق المحلي وتعرف على مركزنا كبداية مركزنا الجديد في السوق المحلي. نقدم خدمات تطويرية في المجال الإداري وتطوير الذات في الإدارة في الأمور الإدارية والاستشارية. إن تواجد هذا العدد الكبير من المختصين في مجال حلول الأعمال التي تعنى بتطوير المبادرات والمشاريع والتحكم بالجودة والسعي إلى التميز مع الحفاظ على التطوير المستمر سيكون له أثره الفاعل في توفير فرصة فريدة من نوعها لكل مؤسسة تسعى لأن تكون ذات كفاءة عالية في تقديم الخدمات المثلى.